خدتني للدكتور توحيش. ايوه دكتور توحيش، انتوا مستغربين؟ لا، زي ما في دكتور تكميل، زي ما في دكتور تجميل، في دكتور توحيش. قعدت قدام الدكتور، هنتخيل برضو ان دي انا، تمام؟ قالت له بقول لك لو سمحت يا دكتور. قال لها اتفضلي يا مدام، حضرتك جايه ليه؟ قالت له بعد اذنك، بعد اذنك شايف الطفله دي؟ قام بص في وشها كده قال لها واو 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 واو. قعد الدكتور يعمل كده. قالت لي الدكتور اتصدم. قالت لي كمان الدكتور اتصدم. قال لها يا مدام انت جايبه الطفله دي جميله جدا، دي جميلة جدا، دي حرام عليكي، حرام عليكي تلعبي في وشها. قالت له انا بأمرك، وانا امي وليا قوية، ست قوية، شخصيتها قوية يعني مش اي حاجة. قالت له انا بأمرك يا دكتور، الطفلة الجميلة دي تطلعها لي وحشة.